عزوز واش رايك في الشباب تاعنا اخو؟ ما شاء الله ماشي تاعنا تاعكم انتم على كل حال صح. ربي يعطيهم الصحه ان شاء الله. امين ان شاء الله. امين. كنت تستنى في هكذا انت؟ كنت مستنى شحال 100 واحد صاحبي. الخير كاين الحمد لله. شوف الخير كاين الشلايض والشربه هذا هو اضعف الايمان، انه اللي ما قدرش يعاون بيدو يعاون. مش حكايتها قصعه طعام هذا وفي قبرو عاون هذا وفي قبرو صاير. الله يرحمه كان يتورط في العشاء وقال لهم قال لي انا ليا قال لي لا تعود الماء عاونهم ربي شفا كتب ربي شفا عطاه 10 ايام وانا كملت. الله يرحمك يا عزيز. تيلو براحه براحه. الله يرحمك. الله يرحمه. الله يوسع عليه ان شاء الله. والناس اللي قادره تعاون ما تبخلش. السيد هذا وفي قبره وعاون، واللي راهي عايه لا تبخل براك. مدي غدوة غير جبر براك بالدنيا هذه ماك مدي والو. راك تعب تبني وتعلي وتخليها وتروح، والله غير تخليها وتروح. يا ربي تدي لك الثانة هذيك. وما كاين والو في الدنيا هذه غير شبر برك. شبر وما نعرف يطير لك ولا ما يطيرلكش، على الأقل ناس ترحم عليك. عاون الناس خاوتك، عاون الليل في سبيل الله. وماش راه دير في مزية في الغاشي والله. خليها على جر ربي وخلاص بينك وبين مولاك. والحمد لله ربي يرحم الوالد وخلاص ان شاء الله. ان شاء الله خويا ربي وربي يعطيكم الصبر لكم ان شاء الله خويا. راك تشوفوا والله نقول لك شحال من واحد راهو ناوي باش يصدق راك شايف ولا باش يجيب لنا ماكله. علاش ربي خيرك انت الاولاني باش توكل 100 واحد؟ علاه ربي خيرك انت؟ ربي وفضل الوالد الله يرحمه ربي يتقبل عليك وعليه ان شاء الله. هذه وصيه تاعو وانت راك الاكل تاع اليوم هي صدقه على واحد المرحوم توفى عنده 10 ايام. حبيت معاكم يا ناس العلمه ويا ناس بازار السكره انه نرفعوا هذه الدعوه تاع الخير لهذا الانسان الطيب اللي كان يحلم انه يشوف حصه اليد في اليد في منطقه تاعو، وخلى وصيه لولده وقال له اذا كان جاو جماعة اليد في اليد لهنا تهلا فيهم ودبر الراس كيفاش توقف معاهم. هذا الإنسان طيب راه وكل كامل المتطوعين تاع اليوم. حبينا إذا كان بيكم أنتم نرفعوا له دعوة تاع الخير وإن شاء الله ربي يتقبل. اللهم إنه نزل بك وأنت خير من منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه. اللهم أبدله دارا خير من داره، وأهلا خير من أهله، وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله. صدقة مقبولة خير.